فعشان نحاصر الديسيز هذا اللي صاير، المرض الفيروس اللي متفشي بطريقه فايرل، راح تكون معنا الدكتوره انتصار صبر الهندال، رئيسه فريق الطب الوقائي بمستشفى الاحمدي واستشاري طب العائله. حياك الله معنا دكتوره، نورتنا وشرفتنا. الله يسلمك. مساك الله بالخير دكتوره، اهلا بك. مساك الله بالنور. الله يسلمك. دكتوره، فيروس كورونا، مستجدات الاحداث، كورونا المستجد، كوفيد 19، ما ادري شنو، الموضوع سبب خوف عند بعض الناس وهو موضوع كلش ما يخوف. ابي اخذ الكلمه منك كونج يعني كونج دكتوره ورئيسه فريق طبي وقائي، فيروس ما يخوف، الناس خايفه؟ طبعا اول شيء مشكورين على الاستضافه. حق واجب. بالنسبه حق الفيروس هذا صح، وهو ما يخوف، واحنا اليوم دعوتنا للناس ان لا يستهينون وايد، يعني لا يصير الموضوع ان الناس كيرلس واستهانه بالعمليه، ولا خوف زايد، دائما نكون وسط بهالامور. صحيح. نتخذ اجراءاتنا الاحتياطيه اللازمه علشان هذا الفيروس ما ينتشر بيننا اكثر، وبنفس الوقت من غير هلع، من غير خوف، من غير اشاعات، من غير مبالغه بالاجراءات الاحترازيه اللي احيانا تكون كلش ما لها داعي. لا نشتط، لا نشتط زياده عن اللزوم. نهتم بس ما نشتط. نهتم بس ما نشتط. وعشان نهتم زين نقدر نفحص نفسنا بالبيت؟ يقدر الواحد يفحص نفسه ويفحص افراد العائله، يعني اسرته، عياله، زوجته، ابوه، امه؟ في طريقه معينه للفحص تنبهنا او تعطينا علامات اوليه انه ممكن يكون في الفيروس هذا؟ شوف، هو من ناحيه الفحص بالبيت اكيد ما في فحص بالبيت، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حتى الدكتور، ترى انت لما تروح حق دكتور ما راح يقدر اي دكتور بالدنيا يفرق ان هذه انفلونزا عاديه ولا هذه كورونا المستجد. صح. ما حد يقدر يفرق بهالشيء، بس احنا كدكاتره شلون نعرف؟ مو بالبيت، بالبيت ما حد راح يعرف، او ممكن الحين يعرف اذا قلنا لكم الدكتور شلون راح يعرف؟ عن طريق هيستوري المريض، التاريخ المرضي للمريض، او نعم، تاريخ المخالطه والسفر عند المريض بالاصح. نعم. مثل ما قلنا الاعراض نفسها، نشله، عطاس، كحه، ضيق نفس، وسخونه. نعم. هذه مثل اي انفلونزا عاديه. صحيح. لكن هل هذا الشخص خلال ال 15 يوم اللي طافوا جاي من دوله موبوءه؟ نعم. جاي من الصين، جاي من ايطاليا، جاي من الله اعلم الدول اللي راح تطلع بعد، يعني هذا الشيء طبعا كل يوم الاخبار قاعد تتغير، كل ساعه. صحيح. تقريبا كل ساعه بالضبط، يعني الاحداث قاعد تتغير بالدقيقه وبالساعه. نعم. ف تاريخ للسفر خلال ال 15 يوم اللي فاتت، بالاضافه الى تاريخ مخالطته لشخص في كورونا. يعني انا اذا ياني المريض عنده مثل ما قلنا اعراض انفلونزا، راح اكمل الاسئله، هل سافرت خلال الفتره اللي طافت خلال 15 يوم، جيت من دوله سواء موبوءه او حتى غير موبوءه، عشان لي وقتها يكون شنو الوضع نفسه. بالاضافه الى هل عندك احد قريب او من الاشخاص اللي مصابين بكورونا ساعتها، اذا عنده هذا الهيستوري انا من ناحيتي راح اوجهه انه هو يروح لاهل الاختصاص بهالموضوع، حاليا مستشفى جابر هو المختص. نعم. وهناك يسووا له الفحص، الفحص عينه من البلعوم او من الانف، راح تطلع النتيجه خلال ماكسيمم 10 ساعات، ويبين اذا هو لا سمح الله مصاب او مصاب بانفلونزا عاديه. ممتاز. دكتوره، دائما يقولون يعني اي مرض هناك في خطوره على فئه معينه من ممكن يصيبها هذا المرض، او ممكن انها تكون عرضه للاصابه بالمرض اكثر من غيرها، فهل صحيح ان الاطفال وكبار السن هم اكثر فئه معرضه للاصابه بفيروس كورونا المستجد؟ شوف، احنا كلنا معرضين، الفيروس ما يعرف كبير وصغير، لكن الفرق استجابتك انت نفسك. حلو. فعندنا احنا الفيروس صاب له 100 شخص، 80% من هذيل الاشخاص يمكن راح يعانون من اعراض جدا بسيطه، شويه احتقان وشويه حراره وانتهينا. حلو. 20% منهم راح يعانون اكثر، 15% راح يعانون من مضاعفات، من ال 20 هذيلة 15% يعانون من مضاعفات. مضاعفات شنو نقصد فيها؟ ان الاعراض تجيله بشده اكثر، عوار الجسم يكون عنده يمكن اكثر، الحراره اعلى، الالام اكثر، ممكن يتطور الموضوع يصير عنده التهاب بالصدر مثلا. صحيح. التهاب الجهاز التنفسي، يحتاج يمكن حتى دخول المستشفى بحيث ان هذه الاعراض يخففونها ويعالجونه.
5% ممكن اصابتهم تكون اشد، وتقريبا ترى يوصل الى اقل من 2% اللي ممكن لا سمح الله توصل الحاله سيئه الى الوفيه. زين، منو هذيل ال 5%؟ ال 5% اي هذيل هم اللي احنا اكثر شيء نخاف عليهم، خلينا نقول ال 20% اللي نخاف عليهم. هذيل الاشخاص اللي كبار بالسن، وكل ما زاد العمر فوق ال 60 سنه كل ما صارت نسبة الخوف عليهم أكثر والخطورة أكثر. يعني أحد مثلا عمره 80-85 نخاف عليه أكيد أكثر من شخص عمره 60 سنة. دكتور ليش يعني بدام أن العمر قاعد يكبر، شنو هي الأسباب اللي تخليها لأن نخاف الإنسان عليهم أكثر؟ الإنسان كل ما كبر مناعته تقل، بالإضافة إلى أن الناس الكبار بالعمر عادة يكون عندهم أمراض مزمنة، لأن هذا موضوع الأمراض المزمنة هم من الفئة اللي إحنا نخاف عليهم وعوامل خطورة أكثر. كل ما يكبر الإنسان مناعته تقل، هذه جديدة أكيد. إيه يعني وتزيد عند الأمراض، يعني أغلب الناس الكبار بالعمر يكون القابلية إنه يأخذ الفيروس هذا، يكون القابلية إنه يأخذها وجسمه ما يقدر يقاومه، لأن مثل ما قلنا هو مثل الإنفلونزا. ترى الإنفلونزا تقتل، الانفلونزا عند الانسان اللي مناعته قليله. معدلات من الفلو دكتور يمكن بالويب سايت مال منظمه الصحه العالميه اكثر من معدلات الموت اللي حصلت او الوفيات اللي حصلت من كورونا. بالضبط، لان بس هذا لان شيء يعني ما صار عليه ضجه اعلاميه فالناس ما تدري. بالضبط، فمثل ما قلنا كبار السن، الناس اللي عندهم امراض مزمنه مثل الضغط والسكر وامراض القلب والربو، هذيلا كلهم معرضين اكثر للمضاعفات. نعم. بالاضافه الى الصغار بالعمر اللي اقل من 5 سنوات. حلو. هاشم يقولون اكثر من فيتامين سي، اكل برتقال، اكل برتقال، قط الفيتامين هذا خلها تفور، وكمون ما ادري شنو، كل شيء يحطون يقول لك والله كثر من الفيتامين سي. هل صحيح ان فيتامين سي وقايه من فيروس كورونا؟ شوف، فيتامين سي هو يقوي مناعتك، وانا دائما صراحه يعني احب يعني انوه على هالموضوع، دائما خلينا نخلي فيتامين سي ناخذه من الاشياء الطبيعيه. اوكي، يمكن لحبوب الفواره هذه زينه، لكن احنا الحمد لله يعني بديره خير ونعمه، الحمد لله عندنا البرتقال مكود صندوق هالكبر بدينار وربع، صح ولا لا؟ الحين بعدنا بموسم الشتاء والافندي، الكيوي، الحمضيات بشكل عام فيها فيتامين سي عالي، العوامل الخضار الموجوده عندنا. شلون؟ العوامل الطبيعيه، العوامل الطبيعيه افضل من الاشياء الكيميائيه واللي يشترونها من المستشفى. بالضبط، بدل لا تشتري شيء يعني جاهز. نعم. وتاخذ يمكن فائده فيتامين سي بنسبه قليله، لا انت تاخذ كل الفيتامينات. نعم. بصوره متوازنه، تكثر الفواكه، تكثر السلطه، يعني هو دائما هذا الشيء ننصح فيه، بس لكن بهالفتره دائما هذه الفيتامينات وهذه الخضره والفواكه سبحان الله تعطي الانسان مناعه، مناعه مو انك بس بك الفيروس، ترى اي الفيروس اذا موجود وانت ما وقيت نفسك منه بطرق اخرى انه يوصل لك ممكن يصيبك، لكن رده فعل الجسم لهذا الفيروس مثل ما نقول وايد نسمعها بين الناس، ان انا اذا حاشتني انفلونزا تطيحني اسبوعين، واحد يقول لا والله انا اذا حاشتني انفلونزا الحمد لله بالليل اخذ لي قلاص ليمون حار مع عسل. نعم. ولا احط معه كركم، زنجبيل، اي شيء من هذه الاشياء. كركم مضاد حيوي طبيعي جميل جدا، تشرب عشاق الكركم ثاني يوم تقعد ما شاء الله ما فيك شيء. فانت مو ما حاشتك الانفلونزا، هو حاشك كان قوي. بالضبط. بالضبط، مثل الناس مثلا حتى اللي ياخذون التطعيم، تطعيم الانفلونزا مثلا هو مو ما يحوشه، هو يحوشه لكن جسمه عنده مناعه ضد هذا الفيروس. دكتوره احنا مكملين معاك ان شاء الله، لكن بهالحلقه نبي نقول قفال، لكن مكملين معاكم في الحلقه، خليكم معانا.